السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي متابعين عيلة أم زياد. النهاردة هعمل معاكم فايدة حلوة، نصيحة جميلة جدا جدا، حاجة بنحبها كلنا، حاجة بنحب ناكلها صبح وبالليل في أي وقت بناكلها. تعالوا ما نشوف فايدتنا ايه ونصيحتنا ايه النهاردة مع أم زياد. دايما كل حاجة حلوة، دايما كل حاجة مفيدة. يا رب لو فيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لي ايه رأيكم في النصيحة الحلوة الجميلة ديت. تعالوا ما نشوف فايدتها ايه وبتتكلم على ايه. اكيد طبعا زي ما انتم شايفين معانا ان اللي هنتكلم معانا النهارده عن البلح والتمر، بمعنى اصح بكل فوائده وبكل اهميته. تعالوا ما نبدا ونقول بسم الله قبل ما نبدا نصلي على الرسول ونقول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا نقول معلومتنا على ايه. طبعا كلنا البلح عارفينه بنحبه، اللي هو التمر بمعنى اصح. الناس بتقول عليه بلح والناس بتقول عليه التمر. تعالوا ما نشوف هو التمر بيساعد على ايه. يساعد على زياده تنظيم ضغط الدم، وكمان محافظه على توازن وسائل في الجسم السوائل في الجسم، وله دور كبير في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية، وبالإضافة للاحتواء على البوتاسيوم. يحتوي البلح على الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب. تعالوا إيه منشوف أهميته العديدة والجميلة والمفيدة جدا جدا للجسم. كلنا عارفين ان فوائد التمر ده فوائد عديدة، مثل زيادة الوزن وتعزيز الصحة وتعزيز صحة جهازك الهضمي وغيره كتير. تعالوا ما نشوف ايه ان هو طبعا احدى الاطعمة الحلوة المفيدة ذات القيمة الحضارية والدينية. كمان عارفين ان له فوائد حلوة للصحة ولجسمنا، وان هي تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وكمان له ان هي صحة تعزيز الجهاز الهضمي ده له طريق الوقاية نتيجة خاصة. كمان الوقاية من الجهاز الهضمي هو من الاسنان، علاج فقر الدم اللي هي زي نقص الحديد في الجسم. طبعا كلنا طبعا بنعاني من حتة نقص الحديد ديت. البلح مفيد جدا على نقص الحديد، وكمان يساعد على الحديد في على امتداد الجسم بالطاقة والتخلص من التعب الناتج عن فقر الدم. كمان بيوفر الطاقة للجسم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وحفاظ على صحة القلب، ومضاد للالتهابات. كمان السيطرة على ضغط الدم، وكمان بيسيطر على مفيد لمرضى السكر، ومفيد لصحة العظام، مهم لصحة الأطفال. تعالوا نشوف ايه أهميته لصحة أطفالنا ونسبته ايه معانا وحلوة وايه فايده معانا. كمان عارفين ان التمر غذاء لين سهل الهضم وغني بالألياف المغذية والمفيدة للأطفال. بإمكانك استخدامه أثناء فطنة الطفل وفي المرحلة الأولى من السنين، ان هي لازم ننصح بيها التمر. لو كوباية البلح بالتمر مفيدة جدا جدا لأطفالنا، في ضرورة تنظيم الأسنان الطفل جيدا، وبعد تناوله حتى يعني بيحسن سنان الأطفال. كمان مفيد لصحة الصحة الجنسية، مفيد جدا جدا. كمان مفيد له فوائد كتيرة كتيرة. طبعا زي ما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ 3 حبات تمر على الريق، مفيدين جدا جدا. كمان لو اتكلمنا عن التمر مش هنقدر نقول يعني مهما نقول ومهما نعيد له فوائد عديدة كثيرة كثيرة. الفوائد بتاعته حلوة جدا. تعالوا ما نشوف اللي هي ايه زي فوائد التمر في الصباح. طبعا لما انت على الريق الصبح تاخدي بلح، مصدر مهم جدا للفيتامينات والمعادن المهمة لوظائف جسمك الحيوية والامتداد الجسم بالطاقة في الصباح. طبعا كلنا بنبقى عايزين نشاط وطاقة، فلازم تاخدي 3 حبات من التمر مفيدين على الريق. مصدر طبيعي للسكريات البسيطة التي ترفع مستوى سكر الدم. مهم مصدر مهم برضو للألياف الضرورية لتعزيز عمل الجهاز الهضمي، وهذا يساعد على شعورك بالارتياح والشبع خلال اليوم. مساعد وكمان مساعدة على الاسترخاء والتركيز خلال النشاطات المختلفة. كمان بيساعد في الزهايمر، في حالات الزهايمر لو استفدتي من البلح بينشط الذاكرة حلو جدا. كمان البلح عارفين ان احنا في رمضان بعد الصيام يعني بنفطر على البلح. كمان البلح ده لما انت بتفطري عليه بيسهل حاجات كتير جدا، ان هو بيحتوي السكريات، فيه سكريات بسيطة وسهلة الهضم والامتصاص. كمان بيهدئ بيهيئ جسمك للاستقبال الوجبات اللاحقة بقى. كمان يحمي من التلبكات المعوية، يعني ما يحملكيش تلبكات معوية، لكن عشان كده دايما بيقولوا نفطر على البلح.
كمان ان التمر الحلو جدا في الرشاقة لزيادة الوزن وخسارته، يعني حلو في تخليكي دايما رشيقة وحلوة. فوائد البلح طبعا مش هنقول لا تحصى ولا تعد، وزيادة وفوائده كتيرة جدا جدا. كلنا عارفين ان احنا البلح حلو، كلنا بنحبه، كلنا بنحس بفوائده. طبعا لو عملنا البلح على التمر او على التمر باللبن جميل تحفة، كل الفيتامينات في كل العناصر المفيدة. طبعا بنحب ده، مع الحاجة المفيدة لينا بنحب نستفيدها. عارفين كل انواع البلح، في الاحمر والاصفر والرطب والامهات، وطبعا التمر المفيد، لان دي سبحان الله حاجة لذيذة وجميلة وكلنا بنستفيد منها. كلنا عارفين قيمته الغذائية طبعا، ان التمر ان هو بيحتوي كل البلحة فيها سعرات حرارية ومفيدة طبعا لجسمنا، وفيها حديد ومغنيسيوم وفيتامينات، فيها كل حاجة. فبالتالي بلحية واحدة حلوة جدا ولها فوائد عديدة، كلنا طبعا بنحبها. وطبعا البلح حلو جدا جدا لمن الأسنان، ودايما وارتفاع مستوى السكر في الدم، يعني له فوائد عديدة بجد. معلومتنا لو عجبتكم ونصيحتنا مفيدة ليكم، ما تبخلوش عليا بلايك، وتعملوا لنا شير في القناة، وتفعلوا لنا زر الجرس عشان يوصلكم من أم زياد كل جديد. واسيبكم على البلح وفوائده، وبشكر كل متابعيني وكل حبايبي، وتعالوا منشوف فوائد شكل البلح وأهميته وحلاوته وجماله مع أم زياد. وما تنسوش لايك وتعملي شير اشتراك في القناة، وفعلنا زر الجرس، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وإيه النصايح المهمة اللي ممكن انتوا عايزين تعرفوها نقولها لكم في فيديوهاتنا الجديدة. ويلا تعالوا نشوف البلح وشكله عامل ازاي.